فاتكم كتير جدا قبل ما نروح الاسكندريه. اعتقد ان احنا بنحاول نقدم لكم وجبه محترمه ما قبل المباراه، يعني بي ان سبورت مين عليها، التلفزيون المصري هيشتغل ازاي، المعلقين مين، الشباب والرياضه بنحاول نجيب لكم كريم حسن شحاته قدامه 3 دقائق ويخلص هوا، هنجيب الكابتن كريم حسن شحاته يقول لنا استعداداته في اذاعه الشباب والرياضه، النيل الرياضه ارضي والتلفزيون المصري قناه تانية، الزملاء الاعزاء ومعاهم المعلق كريم خالد كامل، وبنحاول نجيب كريم برضه بنحاول نتصل بيه، بنحاول نعيشكم في الكواليس اللي انتم حابينها، يعني كيف تدار الامور. الكل على فكره سهران، محدش نايم، ده نهائي افريقيا يا جماعه، وخاصيه الفار لاول مره، ومحمد نصر بيقول لك الناس لسه مخلصه من شويه، عملت فرقتين وبعض الحالات التحكيميه المتفق عليها وتجارب عمليه، ونحن الان كمان مطالبين بان نطير الى الاسكندريه وممدوح الكواليني في محيط استاد الاسكندريه، وعند التذاكر وهيقول لنا جمهور الاهلي عامل ايه والتذاكر اخبارها ايه. ممدوح الكواليني السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، تحياتي ليك استاذ عبد الناصر زيدان، وتحياتي للكاتب الصحفي الكبير ضياء بلندش، وتحياتي ايضا للناقد الرياضي الكبير استاذ خالد كامل. اهلا بيك. عايز اقول لك استاذ عبد الناصر، الاسكندريه تتزين باللون الاحمر، اعلام الاهلي واعلام مصر تملا شوارع وجنبات الاسكندريه، توافد عدد كبير من الاقاليم والمحافظات في محيط استاد الاسكندريه، يمكن زي ما حضرتك قلت ان الناس دي باتت من الامس على الارصفه لحجز تذكره والدخول في مباراه الاهلي والترجي في ذهاب نهائي افريقيا. عايز اقول لك ان اسكندريه تتزين والجماهير بدات تزحف، يعني عايز اقول لحضرتك ان من المحافظات البعيده قابلت النهارده فعلا ناس من اسوان والاقصر وبني سويف ومن الصعيد، يمكن حصلوا على تذاكر وابتدوا من الان الزحف الى استاد برج العرب للمبيت امام الاستاد هناك، لان هم من الصعوبه ان هم يرجعوا المدن بتاعتهم مره اخرى ويعودوا في اللقاء غدا او اليوم. فطبعا الناس دي ابتدت تزحف على استاد برج العرب للمبيت امام الاستاد هناك. عايز اقول لك برضو يا استاذ عبد الناصر ان حوالي 200 مشجع تونسي من الترجي التونسي موجودين في كورنيش الاسكندريه في منطقه الشطبي، وعدد منهم حوالي 10 زاروا نادي الاتحاد السكندري مساء والتقوا بقيادات نادي الاتحاد السكندري او مشجعين نادي الاتحاد السكندري، من ضمنهم عادل شكل، لكن طبعا عادل شكل اعلن ان هو مع النادي الاهلي لان فريق مصري، واعلن ان النادي الاهلي كان بيعاون نادي الاتحاد السكندري واخرها اليوم لان فتح ليه الملاعب في مدينه نصر للتدريب. طبعا برافو عليك الكابتن حلمي طولان، عمل تمرينتين الاربع والخميس في مدينه نصر استعدادا لمباراه بيراميدز النهارده الجمعه المهمه جدا اللي هيظهر فيها حسام حسن لاول مره. بالظبط كده استاذ عبد الناصر، فكل مشجعي نادي الاتحاد السكندري قلبا وقالبا كل مصر يا ممدوح، كل مصر يا ممدوح، كل مصر. اي حد عاقل محترم متنور مثقف بيحب البلد دي هو النهارده اهلاوي حتى نهايه مباراه الترجي الثانيه وليست الاولى. طبعا استاذ عبد الناصر، بس انا عايز اقول لك برضو ان الاسكندريه يعني مليئه بالمشجعين الاهلاويه. فين الصور يا جماعه؟ الاسكندريه مليئه، يمكن الكورنيش سهرانين، وزي ما قلت لحضرتك ان في عدد كبير من مشجعي النادي الاهلي اللي حصلوا على التذاكر من استاد الاسكندريه زحفوا الان الى استاد برج العرب للمبيت هناك، حاله جميله جدا في الاسكندريه، وهنتابع مع حضرتك ايضا غدا بالصور وكل الكواليس ما يحدث في الاسكندريه في محيط استاد برج العرب او انتقال الجماهير لاستاد برج العرب. عايز اروح لاخبار نادي الاتحاد قبل ما تروح لاخبار الاتحاد السكندري لان مهمه جدا معانا، خلينا نوريكم صوره اخترناها النهارده كحافز وكدفعه من جمهور الاهلي العظيم شريف اكرامي. ناس كتيره اتكلمت عن ادائه في مباراه الوصل، اوريكم صوره مهمه جدا جدا جدا. يعني يبدو اننا نحتاج كاعلام، وانا اول واحد انصح نفسي
في وجود استاذين ليا، ان نبحث في ما وراء الكاميرا قبل ان نتحدث عن ما امام الكاميرا. مظبوط مظبوط طبعا، لاني انا لما شفت الصورة اللي هتتعرض عليكم دلوقتي خجلت من نفسي عندما كنت لاذعا عندما انتقدت شريف اكرامي، لان الحالة النفسية او حالة المنزل او حالة بنته الطبية غاية في القلق. فانا نفسي استفدت من الدرس، على الرغم ان انا ما قطعت الشريف في فرق طبعا، يعني في فرق انا ما بقطعش، لكن انتقدت، لاني ما ينفعش اشوف حاجه ما اقولش عليها غلط او صح. تمام، انتقدت بادب وباحترام ومع اعترافي بقيمه شريف اكرامي. طبعا طبعا، ولكن لما شفت الصوره قلت نحتاج الى مزيد من ان نتعلم، لابد ان احنا نعرف الحاله التي هي خلف الكاميرا. هو بص، مع احتياجنا للتعلم عارف محتاجين حاجه بجد. اخطر 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 بين التعلم التاني، التروي، يعني لما تجيلي حاجه او الاقي حاجه او موقف او حاجه بس اصبر هنه كده صغيره. انت عارف الهنه دي يقول لك ربنا سبحانه وتعالى بيمنع عنك الشيطان. هي كده حاجه، احنا مش مشايخ يعني ولا حاجه، لكن بنتكلم على قد علامنا يعني زي ما بيقولوا، ان انت لما تأني السلام بالظبط. الله ينور عليك، ده مثل شعبي عظيم جدا. طبعا في التأني السلامه، فالواحد لو حصل له موقف او سمع حاجه او عرف حاجه وتأنى شويه صغيرين. انت تعرف كمان يا استاذ خالد ان ممكن الفرقه النهارده تكون سيئه، اي فرقه، نحتاج الى ان نعرف دي قدامنا صورة اسيا شريف اكرامي، ربنا يعافي عنها يا رب. دي صورة اسيا شريف اكرامي كما هي على صفقة شريف، تمنى لها الدعاء. وانا بدعو لملايين الاهلوية اللي متجهين لبرج العرب انهم يدعوا لاسيا بالشفاء ربنا. وفعلا زي القمر بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يحفظها لك ويكفيها شر كل مكروه. امين. احنا بنتفرج على صورة اسيا، حتى الفرقة لما تكون سيئة الاول حاول تجمع معلومات كانوا ايه في المعسكر وقبل المباراة. اكيد طبعا اكيد طبعا، الجانب الانساني والجانب النفسي بيأثر على اي حد، احنا بشر في الاخر. يعني شايف انت اسيا شريف اكرامي، انا بعتبر شريف ببطل اللي هو بيتمرن وبيلعب ويؤازر وبيساند رغم الظرف، وده طبعا بنته ما فيش بقى يعني اغلى من الضلع زي ما بيتقال. احنا نتمنى لها خالص الشفاء كده، ورده يعني ربنا يشفيها. من هنا انت عارف عايز اقول حاجه، انا بحب اتكلم بالبلدي وفلاحي كده، محدش يعرف بلاوي الناس ولا مشاكل الناس ولا خصوصيات الناس. طبعا. وبعدين عايز اقول لك حاجه، يا عالم الاسرار، يعني يا رب. واحد زي ده راح يلعب ماتش مهم زي ده وبنته في الحاله دي، والله انت عارف اصل موضوع الاطفال ده بيوجع قلب الواحد قوي. اكيد ده انت اب في الانترو بتاعك خلتني عينيا دمعت بره ودموعي نزلت على البنت خديجه. فالنهارده بص انت بتورينا صوره شريف، بنت شريف اكرامي كمان، اسمها حلو قوي يا اخي. اسيا طبعا طبعا طبعا، ربنا يبارك لك يا شريف يا رب، ويبارك في جدها النجم الكبير صديق الكابتن اكرامي. وبعدين ده يدل على انه الشريف ربنا يكرمه قوي ومتماسك، يعني شوف ظروفه المنزليه ايه وظروفه الاجتماعيه ايه وظروفه العائليه، دي بنته. ده انا بيلعب وبيلعب، اي حد فينا عشان خاطر ابنه او بنته يبيع الدنيا باللي فيها. طبعا.